من الطبيعي جداً إن كل بلاد العالم تسعى للتنمية وتحسين مستويات المعيشة عندها. لكن الجديد إن الدول النفطية اللي أصلاً مستوى الدخل والمعيشة فيها مرتفع جداً بتفكر في عمل ثورة حضارية تغير من طبيعة اقتصادها. اللي هيختزل المشروع السعودي في الحفلات والمهرجانات يبقى نظرته محدودة جداً، وكأنه اختزل الحلم الأمريكي في القرن العشرين في أفلام الكاوبوي، أو كأن أمريكا ما خططتش عشان تبقى دولة عظمى وجت بالصدفة. نقدر نقول إن خصوصية النهضة في السعودية جت من منطلق الانغلاق الثقافي اللي عاشته المملكة منذ تأسيسها لكونها بتضم الأراضي الإسلامية المقدسة. كلنا عارفين إن الملك في السعودية أطلق على منصبه وصف خادم الحرمين الشريفين كتعبير عن عظمة هذا الدور، واعتمدت بشكل شبه كامل على عوائد البترول الضخمة. لكن فجأة جت النقلة قوية وسريعة ومفاجأة، ومن الصورة المعتادة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرأة اللي محرومة من معظم المناصب ومن سواقة السيارات وحاجات تانية كتير، لصورة تانية مختلفة تماماً فيها مساحة أكبر من الحرية غير المسبوقة، من بلد كله كان بيزورها عشان الحج والعمرة لبلد بقى فيها عوامل اقتصادية جاذبة للاستثمار والسياحة بجميع أنواعها. عشان كده هنطرح النهاردة في بداية حلقتنا سؤال أساسي يمكن نلاقي من خلاله إجابة مقنعة أو وافية بالنسبة لنا. هنسأل ضيوفنا الكرام ماذا يحدث في السعودية؟ قضية الإصلاح الضخمة التي تحدث الآن، يعني أنا بسميه إصلاح وتطور، شبيهة جداً باللي عمله الملك فيصل الله يرحمه لما دخل المرأة السعودية إلى التعليم وكانت دخلت المدرسة. حصلت ثورة وهياج في المملكة العربية السعودية على الملك فيصل، ولكن استطاع الملك فيصل بقوته أن يفرض على الحركة السلفية والحركة الوهابية القبول بالتعليم المرأة. التطور اللي حصل، البلد اغتنت أكتر من 5 عقود أو 4 عقود في ظل البترول، أموال طائلة بتنزل للبيوت السعودية وللمواطن السعودي، فلوس كانت بتهدر في الخارج. ما يحدث في السعودية تطور طبيعي جدا لدولة أخذت بكل أسباب التطور والتقدم والعصرانة زي ما بنقول كده، أنها تتواكب مع طبيعة الشعب السعودي. إحنا أنت حضرتك بتقول إحنا كنا شايفين، تقصد إحنا كمصريين كنا شايفين، وهذه الذهنية هي ذهنيتنا الخاصة وليست ذهنية الشعب السعودي. دائماً الصوت العالي بيجي من الأفعال غير المألوفة غير التقليدية. والله السعودية مش من دلوقتي، يعني السعودية من أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه، وهي بدأت تاخد أماكن جيدة في التطور وفي النهضة وفي الحداثة وهكذا، يعني من أيام الملك عبد الله، وكان هو دايما بيقول إن احنا عايزين نعمل تصنيع وعايزين نعمل نقلة حضرية ونقلة. عشان كده كانت في أيامه أرسل بعثات تعليمية، يعني أكبر بعثة شافتها السعودية تعليمية للخارج كان حوالي 10,000 طالب سافروا تعلموا برا، وقال لهم وهو مجتمع معاهم، قال لهم إن أنتوا هتيجوا تغيروا شكل السعودية لشكل أرقى، عايزين ندخل المدنية الحديثة والتطور، وعايزين نبقى في مصاف الدول المتقدمة. التكنولوجي عندهم بقى عالي جدا المملكة العربية السعودية. النهاردة حضرتك أنا بالموبايل بتاعي بعمل إجراءات كتيرة في 5 دقايق، أقدر أحجز عمرة، أقدر أخش أغير أمور في الجوازات، مفيش حاجة اسمها طوابير وورقية، دي ناس اتقدمت. هديك إحصائية كده لو حضرتك شفتها، معدل وفيات وحوادث الطرق لكل 100,000 نسمة كانت 28%، النهاردة من بعد الرؤية 13%. أنت النهاردة في المحكمة تقدر تعمل قضيتك بالتليفون وتحجزها. أنت النهاردة كسرت إشارة، تعالى يا حبيبي مين يكون، مفيش حاجة اسمها إيه أصلا أنا فلان وعلان، لا بالعكس، الناس اللي هم مسؤولين بيكونوا أكثر. شوف التقدم ده، تقدم تنمية، موضوع مش حفلة أو اتنين، أعتقد دي تخطيط وبناء فاونديشنز اللي هي الأساسيات اللي موجودة، وبالذات أنا يمكن بقول كمان مرتبطة قوي برضو بالتعليم، لأن أنا دلوقتي لو أنت سألت على الناس اللي في السعودية النهاردة يا ترى مين اللي ابتدى يخش والأجيال الجديدة اللي بتستلم، هتلاقيهم الناس السعوديين، فهم ممكن بيعتمدوا على خبراء وأجانب وكل حاجة، بس بالعكس هم الناس الشباب اللي هم اللي ابتدوا يمسكوا، فأهليهم استثمروا فيهم برضو في الأول، ولكن أعتقد هو المخ لما ابتدى يخش مع الفلوس ابتدى يحصل الطفرة
اللي احنا بنشوفه اليومين دول. يعني تعال حضرتك للحتة العلمية، نتكلم علميا ماشي، المركز الاول في سرعة الانترنت الجيل الخامس عالميا، تعال حضرتك المركز الاول في الكيمياء على مستوى العالم، خدتها بنت ممتازة من الإحساء اسمها دانا. الأبحاث العلمية قبل 2020 15,000 بحث علمي، بعد 2020 واخد بال حضرتك 33,588 بحث علمي. تعال حضرتك براءة الاختراع 143، أنا بتكلم كل ده لسه الجديد ما تحسبش. المركز الأول في بطولة الأولمبيات العالمي للريبوت لعام 2022 في ألمانيا، مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي، الأولاد خدوا المركز الأول. هل تعليم الشباب السعودي في الخارج في العشرات السنين أو في العقود الماضية فرق مع الجيل اللي بيقود دلوقتي؟ يعني هل فعلا زي ما بنسمع أن القيادات دلوقتي بقت أغلبها سعوديين اتعلموا في أمريكا وفي كندا وفي إنجلترا أو في أوروبا بصفة عامة؟ طبعا طبعا، نظام الابتعاث ساهم بقوة في الفكرة التنويري، سواء تنوير ثقافي أو تنوير اقتصادي لما يحدث الآن. كما تفضلت الآن الشركات كبرى كل قادتها من الشباب السعودي الطموح والذي أبدع في مجاله، ليس أنه كسعودي هو يترأس هذه الشركة، ولكن أبدع وساهم في نجاح هذه الشركة لتنافس عالميا. السعودة نظام ممكن يعني يزعل المقيمين في السعودية أو الدول العربية اللي كتير منها معتمد على تحويلات العاملين فيها في السعودية؟ لا أبدا لا أبدا، شركاء في التنمية، لا هي كانت بس كانت فترة معينة، لأنه كانت هناك فوضى عارمة في مجال العمالة في السعودية، كانت هناك فوضى بمعنى فوضى، وكانت هناك تجارة حرة، تجارة السوق سوداء للتأشيرات ومن التأشيرات. نظام السعودة بالعكس ده يعني يستفيد منه برضو المواطن السعودي أكثر أحيانا من المقيم. فكرة أنه تخطيط، هل تخطيط قديم مثلا كان في تخطيط أن الجيل الفلاني هيبدأ، ولا وجود الأمير محمد بن سلمان هو اللي عجل بالتغيرات دي؟ أعتقد لا، هو الوجود طبعا الأمير محمد بن سلمان، لأنه هو دخل بفكر جديد خالص، بلد بتتطور بسرعة أسرع مما هم متخيلين، لأنه البلد زي ما بيقولوا كده يعني كانت فيها يعني فرص كتير، بس كانت متقفلة لأسباب أنها واخدة سكة دينية أكتر. فلما الموضوع ابتدى يفتح ما بين البيزنس في جنب ده غير الدين، فابتدت الدنيا عندهم تفتح جامد قوي في البيزنس. بلد برضو كبيرة جدا، قوة شرائية كبيرة جدا، عدد سكان كتير. الثورة اللي عملها محمد بن سلمان ثورة ثورة في المملكة، ثورة عشان هو شاب في السن ده، ولا ثورة لأن هو يعني ليه رؤية مختلفة عن رؤية المحيطين بيه وقتها؟ رؤية مختلفة. هذه مؤسسة، مؤسسة الحكم السعودي، مؤسسة متطورة سوفيستيكيتد عميقة، لها مراكز أبحاث كتيرة بتشتغل معاها، مش مؤسسة فردية عشان تبقى حضرتك عارف، وبتتحرك لدفع المجتمع السعودي خطوة خطوة داخله بدون اهتزاز، لا للمؤسسة ولا للشارع السعودي ولا للأبعاد الاجتماعية. احنا محتاجين ندرس السعودية أكتر. رجل يحفز الناس للوصول إلى الرؤية بتاعته ولا الأهداف، وخلى في قادة تانين يعني كذا وزير من هناك يعتبروا قادة في التعامل وفي الإنجازات. خليني أقول لحضرتك الأمير محمد لما عمل الأمر دوت وحفز الناس وعمل رؤية، ودي من مواصفات القائد، وابتدى يصمم على تحقيق الرؤية، أنا عارف الناس دي بتعمل إيه. الناس دي قاعدة تشتغل شغل على نفسها، ما بقاش في مكان لإنسان متخاذل، إنسان يعتمد على غيره، هتشتغل أهلا وسهلا. ده بالنسبة لأولاد البلد اللي هم السعوديين، فما بالك بالنسبة للناس اللي بييجوا يشتغلوا في السعودية؟ ما فيش مجال لإنسان ما يكونش خبير. النهاردة محمد بن سلمان، أنا كنت دايما وأنا من الناس اللي بيتابعوا السعودية بشكل كبير جدا، كان عندي إحساس دايما إن انتقال السلطة من جيل الأباء إلى جيل الأبناء هيبقى فيه هزة في المملكة. لا الراجل انتقل وأصبح معاه طبقة عريضة من المجتمع السعودي هتقف وراه. النهاردة نص المجتمع المرأة معاه، والشباب اللي خرج للجامعات والابتعاث اللي خد حقوق ما خداش قبل كده وثقة في مجتمعه، حقوق أساسية هيقف وياه، فالمجتمع تلت ارباعه بقى معاه. لا كانت هناك خطط، ولكن سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير الشاب بلور هذه الخطة في رؤية مدروسة، يعني ليست قرار وليد اللحظة، وكل ما يعلن عنه من مشاريع ليست قرارات ارتجالية. لأن السعودية دولة مؤسسات ودولة
مساحة قارة 2 مليون وربع وفيها 30 مليون مواطن وما تقريبا هناك 5 مليون مقيم، فهذه دولة مؤسسات، كل خطوة مدروسة بعناية فائقة.